السلام عليكم ورحمة الله، معكم بحرين بزي. طبعا اليوم جايب لكم سماعة سنة اللي كنت تكلم عنها. طبعا انا عندي الموديل الاقدم SMH10، عقب نزل S20، ايضا شيء 30K. طبعا انا اخذت الدول باك حق انا واخوي نتشارك فيه، راح ابطل لكم. راح بطلع لكم الحين ونشوف شنو الموجود عندنا. عندنا اول شيء اذا فتحنا حاطين لك نفس قطعة سفنج حق يحمي اليونت مالك. طبعا اول ما تبطل البوكس راح تشوف في الشكل، عندك الوحدتين لان مثل ما قلت لكم ذي الدول باك اللي هو هي يونتين. فاول ما ترفع ذي راح يكون عندك، راح يكون عندك جزئين مثل ما قلت لكم، الدول باك راح يكون كل شيء اثنين، ترفع ذيله راح يكون كل شيء نفس بالضبط نفس دي. يكون عندك الوايرات اللي تحتاجهم كمايك زياده، مايك صغير، اذا عندك الهلمت يعني مختلف شوي تقدر تلصق لك من داخل، او راح يكون عندك اللي هو العادي اللي هو اي مع السماعه اللي هو كذي حق اذا عندك الهافيس او اذا اللي تبطل. طبعا اكيد راح يكون معه واير تشارج، بس الشيء الوحيد اللي ماي معه اللي هو البالك اللي تركبه على الكهرباء. بيدك بس الواير وبيدك تشارج حق السياره، طبعا تعرفون تركبه في السياره تشارجك السماعه. واخر شيء بيكون عندك الكتيب، طبعا معروف الكتيب بيكون في كل شيء، شلون تشغل ذي وشلون تستعمل ذي وليش اللي في السماعة. طبعا الحين عن سالفة التركيب راح اروح لكم فيها خطوة خطوة وطريقة. رجعنا لكم من جديد، طبعا راح اعلمكم شلون تركب القاعدة على الهلمت عقب كل ذي، بس تركب اليونت وراح يشتغل. طريقة التركيب راح تكون كالاتي، تقلب القاعدة راح تشوف اثنين الانكي. طبعا شلون تبطل ذي الالانكي؟ طبعا راح يكون ذي الالانكي معهم في البوكس، تاخذ وتبطل الالانكي تقريبا لجرب النهايه. عقب ما تبطل جرب النهايه راح تشوف انه تقدر تحرك ذي. طبعا عقب ما تبطل القاعده راح تشيك الهلمت، يتكون من طبقتين داخل، انت راح تخلي القاعده من داخل مني، فراح اراويكم الحين. وعقب ذي راح تركب القاعده بين الاطراف داخل الهلمت. شوفوا خلاص ركب. طبعا الحين مو عليك الا انت اللي تضغط على الالانكي من تحت وراح يثبت القاعدة كذي. طبعا ضغط على القاعدة اذا تشوفون ثابت عادل وما يتحرك، طبعا المايك راح ينحط قدام الواي او قدام البوز. فالحين عندنا طريقة تركيب السماعات. السماعات راح يكون تركيبهم كالاتي، عندك سماعتين، سماعة بواير طويل وسماعة بواير قصير. الواير القصير راح يكون اقرب شيء اللي راح تنحط داخل السماعة بالضبط ورا اذنك، والسماعة الطويلة راح تنحط الصوب الثاني لانه راح اطوف الواير داخل الهلمت. طريقة تثبيت السماعات داخل الهلمت طبعا راح يتم من خلال ذي الشيء، يكون في 3M صوب، الصوب الثاني يكون ملمسة كذي. انت روح راح تتأكد انه هو ذي، اول ما تركب السماعة عليه راح يلصق فيه، لان ذي راح يخليك انه تلصق وتشيل حق تعرف مكان اذنك بالضبط داخل الهلمت، لان ذي انت بس راح تلصقه داخل، بس تجيب السماعة وتحطها المكان المناسب. عقب راح اذا مكانها كان غلط راح تشيل، راح تغير مكانها لين ما ترتاح اذنك وما تحس ان شيء قاعد يمللك داخل الهلمت. طبعا الحين عندك تعرف وين مكان اذنك، طبعا مو بشرط 100% راح يكون بالضبط. اول شيء انت راح تحدد في اي منطقه تقريبا، يعني خلوا تحت ذا الشيء، فترفعه وتلصق اللي قلت لكم عنها اللي هي ذي، تلصقها داخل، تشيل ذي الشيء وتلصقه. وعقب ذي عقب ما تلصق اللصاق تحت اذنك شنو راح تسوي؟ راح تاخذ السماعه القصيره لأنها راح تكون قريبة من القاعدة،
وتطوفها لك من مني، تطوف لما تروح تحت اذنك وتلصقه. طبعا نفس الشيء حق الصوب الثاني، طبعا مني راح تكون مكان اذنك، تلصق اللصاق تحت وتطوف الواير من مني داخل لما طوفه اللون وتركب السماعة. طبعا الطريقة تاخذ شوي وقت، بس انه شيء حده سهل حق ان انت ارتاح حق في الطالعة وكل شيء، ما تحس بشيء داخل مالك في الهلمت. روح تسوي ذا الشيء، بتاخذ وقت فيه وبتستانس. اكثر الاسئلة تنصحوني في ذا الشيء، طبعا انا على تجربتي صار لي سنتين على اليونت القديم، صراحة ممتاز. وطبعا ذي طريقة التركيب السماعة البلوتوث على الهلمت، وذي الطريقة اللي انا اتواصل مع اخوياي على اتفاق وين بنروح وين بني. طبعا ذي السماعة الجديدة وطريقة التركيب راح تكون نفس الشيء بالضبط. طبعا مثل ما تشوفون اليونت الجديد وايد وايد احلى عندكم كل ذي، انه في تكنولوجيا اكثر، وفي عندك مثل ما تقول اريال او انتنا بعد مسافة، يعني ياخذ مسافة طويلة انت واخوياك، راح حتى لو تبعد عنهم راح تكون بعد شابك فيهم. يسوى السعر اللي انا دفعته على شيء جديد وانا اوريدي عندي؟ طبعا اكيد يسوى، لان لولا تجربتي لهم وعرفت شلون السماعة تشتغل، شلون الخصائص اللي فيها، الاشياء العجيبة، ما كنت دفع ذي السعر حق ذي السماعة. انا صح كل من حتى لو ما عندك حق 30K تاخذ 20S، ما عندك حق 20S خد نفس اللي عند القبلية اللي اسمه شتم. طبعا دفعت صح مبلغ، لكن مثل ما قلت لكم شيء يسوى، راح يحميك وكل ذلاشة. عقب ما جربه راح تعرف. وصلنا لنهاية الفيديو، اذا عجبك الفيديو لا تنسى تعطيني لايك وسبسكرايب وتشغل زر التنبيهات وتطرش الفيديو بينك وبين اخوياك.